أهلا بكم. دولة الاحتلال ليست في أحسن أحوالها، فبعد الصمود الذي تجسد على أرض قطاع غزة والاعتراف الأممي بدولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ظهرت حكومة نتنياهو مربكة متخبطة بعد أن تأكدت أن العالم بدأ يتغير وأن الرواية الإسرائيلية أخذت تتراجع أمام الرواية الفلسطينية التي تستند إلى الحق والتاريخ. الليكود أو أحد أعضاء الليكود وفي طرح يعكس الفشل يحاول أن يجرب الاقتلاع بالمال والعرض الذي قدمه بإعطاء نصف مليون دولار لكل عائلة فلسطينية تغادر أرض الوطن. هذا يشكل أنصى معبر عن الفشل والتخبط، فكيف بالفلسطيني الذي فشلت في اقتلاعه كل جرافات المستوطنين أن يقتلع بحفنة من دولارات؟ في سياق هذه الحلقة سنحاول تسليط الضوء على هذا الطرح وربطه بما حققه الفلسطينيون مؤخرا، حيث سنستمع لقراءة وتحليل الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هاني المصري بعد عرض التقرير الخاص، كما سيكون لنا وقفة تحليلية مع العام الجديد والرؤية الاستشرافية للأستاذ المصري. لكن البداية مع العناوين. بعد فشل الاقتلاع بالجرافة والدبابة، الليكود يعرض الترحيل مقابل المال. أموال الجامعة العربية وعود إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع. ميرا ابنة 7 سنوات تصارع الشلل وتطلق استغاثة الطفولة. في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، تأكيد على الثوابت الوطنية. الفلسطينيون يستقبلون العام الجديد وعيونهم ترنو إلى الاستقلال التام. إلى تقريرنا الأول، الإسرائيليون في طريقهم لإنتاج الحكومة اليمينية ذاتها في انتخابات من المرجح أنها ستعيد نتنياهو، بينما نشهد تخبطا وإرباكا في السياسة الإسرائيلية عبر عن نفسه بصورة جلية من خلال عرض الليكود بتقديم نصف مليون دولار لكل عائلة فلسطينية تقبل الهجرة إلى خارج الوطن. حكومة نتنياهو تتخبط وتبدو فاقدة التوازن بعد الإنجازات التي حققها الفلسطينيون في السنة المنصرمة، حيث أصبحت إسرائيل تسير في طريق عزلة دولية ترد عليها بالاستيطان والقمع، الأمر الذي سيفاقم هذه العزلة. الليكود الركيزة الرئيسة لهذه الحكومة والذي سيكون ركيزتها في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن يعيد الإسرائيليون إنتاج حكومة جديدة برئاسة نتنياهو، يقترح إعطاء نصف مليون دولار لكل أسرة فلسطينية تقرر الهجرة خارج الوطن. ويأتي ذلك بعد أن فشل الاحتلال ميدانيا في قطاع غزة، وفشل سياسيا ودبلوماسيا وحقوقيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد أن فشل ويفشل ديموغرافيا، لاسيما وأن عدد الفلسطينيين يتساوى الآن سكانيا في فلسطين التاريخية، حيث من المؤكد أن الكفة الديموغرافية سترجح في السنوات القليلة لصالح الفلسطينيين، لتتحول إسرائيل فعليا إلى دولة عنصرية خالصة الأقلية تحكم الأكثرية وتحتل أرضها وتصدر مقدراتها وتعزل سكانها في معازل وكانتونات، كما فعلت حكومة جنوب إفريقيا العنصرية ضد الأغلبية من السود والملونين. ويتناسى الليكود ونتنياهو أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم لا يقيد بالمال والإغراءات، إنه ارتباط معمد بالدم والعرق والتضحيات والتاريخ والجغرافيا واللغة والدين والتكوين النفسي والثقافي. إن هذا الاقتراح العنصري شهادة وفاة لكل الإجراءات والممارسات والمخططات الاحتلالية، وإنه شهادة انتصار للفلسطينيين الذين يستندون في مسيرتهم التحررية إلى رواية صدق
لا يمكن لرواية الكذب والأساطير والخروقات أن تنسفها أو تنتصر عليها. الفلسطينيون المتحالفون مع حركة تاريخ الموضوعية موضون في مشروعهم الوطني والإنساني، بينما يناطح الإسرائيليون حركة تاريخ في اعتقاد خاطئ علميا وموضوعيا وتاريخيا أنهم يستطيعون عرقلتها أو حرف مسارها. يعني ستكون مادة هذا التقرير موضوع تحليل للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هاني المصري. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. يعني إسرائيل في أسوأ حالتها، هذا يتردد على ألسنة العديد من الكتاب والمحللين. إذا كانت إسرائيل في أسوأ حالتها كيف؟ أنا أولا لا أوافق على هذا التحليل. نعم. يعني إسرائيل في حالة أزمة محدودة، وفي ظل مرحلة يعني يمكن أن تكون مرحلة ذهبية لإسرائيل. إسرائيل أصبح لديها حوالي 700,000 مستوطن في الضفة الغربية، يعني هذه حقيقة يعني بليغة جدا، يعني أكثر من الأرقام التي تتردد تتحدث عن 500,000. المصادر الأكثر مصداقية تقول أن العدد وصل إلى 700,000 مستوطن، وأن هناك مخططات إسرائيلية حتى عام 2020 أن يكون هناك 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية. وتم تجري المخططات الإسرائيلية على الأرض في كل المجالات والمستويات على أفضل يعني ما يمكن. هناك منغصات ومشاكل لإسرائيل، ولكن إسرائيل في أسوأ حالاتها هذا أمر يعني بحاجة إلى تدقيق. إسرائيل كانت في بداية الثورات العربية يعني في حالة قلق شديد. يعني حتى محللين إسرائيليين يقولون ذلك، ويقولون أن إسرائيل تواجه إشكالات ومعضلات. أنا أقول أن هناك إشكالات، ولكن يعني هناك حقائق يعني أقوى من التحليلات. إسرائيل كانت في حالة قلق شديد عندما اندلعت الثورات العربية، ولكن المآل الذي تنتهي إليه هذه الثورات تشعر إسرائيل الآن بدرجة من الإطمئنان، يتراجع القلق، لا أقول أنه يزول كليا ويحل محله نوع من الإطمئنان. الآن إسرائيل ترى أن سوريا يعني تضيع، وهي يعني عنصر مهم في المنظومة العربية. ترى أن مصر في صراع شديد وعلى حافة انهيار، كما كتب فهمي ويدي الذي هو منظر يعني إسلامي قريب من يعني الجماعة الحاكمة في مصر الآن، في ظل الخلاف بين القوى الدينية والقوى يعني العلمانية، في حين أنه التغييرات التي صارت في المنطقة العربية فتحت باب الأمل، وأنا لا أقول أنه انتهى، ولكن هناك معطيات وبعض المؤشرات التي تفاعلت على الساحة العربية. نعم. لا يمكن أن تتوقف، يعني لا نستطيع مسبقا أن نحدد مآلها. صح. أو ولكن الثورات قد تهزم وقد تنجح، لأنه نعم. إحنا يعني دائما بحكم تاريخ الهزائم وقد تسرق نعم ونعم وقد تسرق، يعني أنه ما صدقنا وهو صار في ثورات وتعاملنا وكأنها حققت يعني أهدافها ويعني حققت رسالتها. لا، في صراعات يعني داخلية وفي مؤثرات خارجية، يعني ولاحظنا كيف التدخل سواء العربي من بعض الأطراف العربية يعني وذات الدول الخليجية، وتدخلات من إسرائيل وتدخلات من أمريكا وأوروبا لا يريد لهذا التغيير أن يحقق يعني مبتغى. حتى بتاريخ الثورات العالمية، هي الثورة الفرنسية اللي هي أم الثورات جميعا ألم تفشل؟ يعني وبعدين فرنسا وأوروبا يعني استوعبت يعني شعارات وأهداف فشلت، لكنها أسست نعم. لمرحلة لاحقة. نعم، ولكن يعني قصدي أنه لا يجب أن نتعامل مع المسائل حسب التمنيات. ما سيكون، أنا بقول لك ما سيكون، يعني إسرائيل لن تكون في الخارطة في المستقبل يعني البعيد، ولكن هذا المستقبل البعيد يعني يتوقف على ما سنقوم به. الآن إسرائيل قوة اقتصادية كبيرة وقوة عسكرية كبيرة، وتحظى بعلاقات ممتازة مع الإدارة الأمريكية، ولكن هناك بعض الخلافات والمنغصات. لكن إسرائيل يعني ليست مطلقة وليست الدولة الوحيدة على هذا الكوكب. ولكن إسرائيل العراق شو صار فيه اللي كان بيهددها وعمق استراتيجي؟ صار في حالة تقسيم. سوريا في وضع يعني سيء جدا. مصر
للأسف لا يزال هناك أمل يعني كبير بأن يكون هناك نظام تعددي وديمقراطي ويحفظ الكرامة والاستقلال الوطني، ولكن في مؤشرات نحو تقدم نظام استبدادي وبقشرة ديمقراطية ويغلب موضوع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على أي شيء آخر. طب السؤال، هل الزمن الآن يخدم إسرائيل أم يخدم الفلسطينيين؟ لا، الآن في تراجع بالآمال وتقدم للمخاطر، وهذا أمر لاحظناه وانعكاساته أنه الفلسطينيون بحاجة ل 100 مليون دولار يعني شهريا مقررة من القمة العربية ومن الجامعة العربية، وعوقبوا على توجههم للأمم المتحدة، وحتى الآن لم يقدم أي بلد عربي، في حين أنه منعرف إحنا بلد عربي لوحده ومش البلدان العربية، يعني من الفضل الزيادة اللي عنده بيقدر يحل هاي المشكلة. كل الدول العربية لم تقدم، وهذا بالتأكيد نوع من الخضوع للضغوط الأمريكية، وكمان جزء إحنا بنتحمل جزء من المسؤولية، لأنه اللي ما بيخوف ما حدش بيعمل حسابه، يعني إحنا صرنا ما بنخوف، يعني ما فيش عندنا خيارات ولا بدائل، والطريق اللي إحنا ماشيين فيه فشلنا فيه ولا نزال نتأمل إنه ينجح، رغم إنه وصلنا للكارثة بهذا الطريق، فبالتالي ما عدناش نخوف، وعشان هيك بحسبوش حسابنا الدول العربية، وإحنا منولول ومنصيح. أنا بقول بجوز ما يسمحوش لهذه السلطة أن تنهار، ولكن في ضغوط حتى يتم ترويض الفلسطينيين أكثر وأكثر، يردوا يعودوا لمفاوضات، أو انفتح باب فكرة الكونفدرالية، مش عشان إنه تتحقق الكونفدرالية، عشان ملهاش جديدة. بدل ما نبحث بالخيارات الفعلية اللي بتأدي إلى تحقيق الأهداف الفلسطينية، كل مرة بنلتهي بشغلة، مرة بناء المؤسسات وإثبات الجدارة، مرة التوجه للأمم المتحدة كخطوة معزولة عن استراتيجية، لأنه حتى الحصول لكن على ما تحقق في الأمم المتحدة هو جيد الجيد، ولكن قد يؤدي إلى شيء سيء، وفي بوادر يعني في هذا الاتجاه، وكمان اللي صار بغزة انتصار قد يؤدي إلى هدنة طويلة الأمد وتغليب حماس لسعيها للحصول على اعتراف عربي ودولي واعتمادها كطرف فلسطيني مشارك أو كطرف بديل، ما هو هذا في مؤشرات، يعني مش هذا مجرد، احنا من البداية حذرنا. مصر بعد حرب تشرين وين صارت؟ ما حرب تشرين حرب عظيمة، واستطعنا ندخل يعني قناة السويس وحطمنا خط بارني، بس السادات طرحها من البداية حرب تحريكية، وليش هو هلأ مطروحة؟ يعني احنا حروب، ما احنا بنقول رايحين على الأمم المتحدة عشان نرجع للمفاوضات، كأنه اللي كان ناقص قرار، مع إن عشرات القرارات اللي مانع الدولة مش قرار من الأمم المتحدة، اللي مانع الدولة في احتلال، الاحتلال بده يخسر خسارة طويلة ومحققة وأكثر من أرباح عشان يتراجع، إذا ما إجت الدولة الفلسطينية ضمن هذا السياق بتكون قد تؤدي إلى هزيمة، وكذلك الانتصار في غزة إذا كان مجرد لإثبات دور حماس وجدارتها وبالتالي لا، اذا تعاملنا مع الامور بشكل نغلق ملف قطاع غزه، وانه قطاع غزه تحرر بين قوسين، والان الدور على الضفه الغربيه، زي ما سمعنا، ما احنا سمعنا هذه التصريحات، مش انا يعني بحكيها، انا سمعتها وقراتها بمقالات يعني كمان، او انه بما انه هلا مصر صار فيها حكم اسلامي، اذا لازم نهدي الموقف على الجبهه الفلسطينيه بالكامل حتى لا نسبب يعني عرقله للحكام الجدد، وهذول الحكام بعد ما يوقفوا على رجليهم هاي يشكلوا جيش القدس وجيش فلسطين، وهذا بيخلي البقية الباقية من فلسطين تضيع. يعني أنا ما بقول طب إذا استمرت معاناة الشعب الفلسطيني وتجويع الفلسطينيين والضغوط عليهم، هل تستطيع حركة ما مهما كانت قوتها أن تلجم التفاعلات؟ عشان هيك إحنا بنقول ومن نادي إنه لازم القضية الفلسطينية تبقى حاضرة. أنا ما بقول إنه على مصر تشن الحرب على إسرائيل ولا أن تلغي اتفاقيات كيم ديفيد، مش بس مش يا طخه يا اكسر مخه، يعني أو نستمر بنفس سياسات حسني مبارك ويصير مراضات إسرائيل هي الأولوية ومراضات أمريكا عشان قروض هي الأولوية، ما هو اللي باخذ قروض كمان بده يدفع ثمنها، لكن مصر يعني أيضا فيها تفاعلات. نعم نعم، أنا قلت أنه لا يزال الموضوع بمصر لم ينتهي، وإن شاء الله حتى في سوريا لم ينتهي، لكن في مؤشرات مقلقة للغاية، مش لازم نشوف جانب وننسى الجوانب الأخرى، لأنه بكرة منصير نندم وقت ما بنفعش الندم، يعني إذا لم ننتبه للمخاطر من الآن
نشوف الفرص. وأنا من الناس بجوز معك حتى قلنا عن أهمية الثورات العربية وأكيد إلها أهمية بالتاريخ، وبالأخير إذا لم تتحقق أهدافها الآن ستتحقق بعد حين، لأنه خرج المواطن العربي من القمقم، وهي قضية تاريخية هيتبقى مفاعيلها مستمرة. ولكن زي ما أنت قلت وزي ما أنا موافق وبقول، إذا ممكن تستوعب أو تسرق الثورات أو تجهض أو تهزم إذا لم تتحلى بالوعي الكافي، إذا لم يترتب عليها شراكة حقيقية، إذا لا. الثورات إجا طرف يعني اختطفها واعتبر أنه مجرد وجوده بالسلطة هو الهدف، مش في مهمات اقتصادية لا. واجتماعية وعدالة وتنمية واستقلال وطني. أنا بقول حتى لو جماعة أنا قريب منها استلمت السلطة، إذا ما حققت تغيير حقيقي في أوضاع الفلسطينيين والعرب والمصريين والسوريين، شو قيمة الثورات؟ إذا أستاذ هاني سنواصل إحنا هذا التحليل المهم بعد الاستماع للتقرير التالي، بينما أكد نبيل العربي على أن الجامعة العربية ملتزمة بتقديم الدعم المالي للفلسطينيين، لم تستطع هذه الوعود، بالطبع إسكات معدة فلسطيني واحد يعاني من الجوع وضيق اليد. لم تحمل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سوى وعودا جديدة للفلسطينيين بشأن تفعيل ما أقرته قمة وزراء الخارجية العرب في بغداد، توفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار. الدول العربية قررت في قمة بغداد شبكة أمان 100 مليون دولار شهريا، وأقولها وبكل أسف أنه لم يتحقق شيء منها حتى الآن. لذلك هناك خطة الآن تم بحثها مع السيد الرئيس كيف يمكن الذهاب إلى الدول العربية وتذكيرها بهذا والمطالبة بتسديد. طائرة العرب يرافقه وزير الخارجية المصري محمود كامل عمر كانت قد حطت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في زيارة رسمية وصفت على أنها تاريخية ومهمة لدعم وإسناد الفلسطينيين بعد نجاحهم في انتزاع الاعتراف بالدولة غير العضو. تحدث السيد الرئيس للوفد الضيف عن الإجراءات والخطوات التي سوف نقوم بها بعد إقرار عضوية فلسطين المراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا سوف ندرس كل خطواتنا وسوف نتشاور مع أشقائنا العرب ومع الأمانة العامة في جامعة الدول العربية. وعلى صعيد ملف المصالحة الذي أخذت مصر إنجازه على عاتقها، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده مصرة على تحقيق المصالحة وحلحلة تعقيدات هذا الملف. الرسالة الأخرى التي حملتها هي رسالة من السيد الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أخيه الرئيس محمود عباس، رسالة يدعوه فيها إلى زيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن، وإن شاء الله تأتي زيارة الرئيس محمود عباس إلى القاهرة لتعلن بدء من جديد انطلاقة عملية المصالحة الفلسطينية. حراك سياسي نشط تشهده الأروقة السياسية الفلسطينية في الآونة الأخيرة لعله يساهم في توفير ما وعد به الفلسطينيون من شبكة أمان عربية تمكنهم من مواجهة سياسة التعنت والحصار السياسي والاقتصادي الإسرائيلي. يا عربي ويا عباس أسرناهم من الأساس. أما خارج أسوار المقاطعة وبالتزامن مع زيارة العربية، تجمع العشرات من المواطنين تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام ومطالبين باعتبار ملف الإفراج عن كافة الأسرى على رأس أولويات القيادة والجامعة العربية. من مدينة رام الله، حمزة السليمي، تلفزيون وطن. يعني العربي جاء إلى رام الله يشكو همه، هل هذا دوره؟ لا طبعا، المفترض الأمين عام الجامعة العربية لا يمثل فقط الحكام العرب، وإنما يجب أن يمثل الأمل والمستقبل والمصالح والتطلعات العربية، ويجب وحركة أن يكون الشعوب. نعم، وحركة الشعوب يجب أن يكون أداة ضاغطة. يعني هو بالتأكيد بيقدر شيء يقفز بعيدا عن الموقف الرسمي، ولكن يمكن أن يكون يعني أداة ضاغطة وفاعلة. يعني بصراحة
لا يكفي أن يأتي ليقول لنا أنه لم يصرف قرش واحد حتى الآن، يجب أن يقول لنا لماذا. وإحنا عارفين أنه ما صرفش، لم يصل شيئا، لماذا وكيف الحل؟ يعني وبالتالي خاطب الشعوب العربية حتى يعني تفهم من رسالته، ممكن تتحرك، ممكن يعني هاي حكام ما بتستحي يعني باختصار شديد، يعني لما يبقى المبلغ المطلوب بهذا القدر القليل، وأنا رأيي الفلسطينيين بحاجة إلى قضيتهم مش لمجرد رواتب بصراحة، في أرض بدها استثمار وبدها حماية من المصادرة ومساكن يجب أن تبنى لمنعها من التهويد في القدس وغير، يعني في مفترض مبالغ أكبر بكتير بيحتاج الفلسطينيين عشان يحموا فلسطين اللي هي يعني خط أمامي للدفاع عن العرب، لأنه في واحد بيقول لك ليش طب بدهم يساعدوا العرب الفلسطينيون؟ لأنه فلسطين لا تدافع عن نفسها، لأنه إسرائيل مش مجرد مشروع إقامة دولة على حساب الفلسطينيين، لو كانت هيك فعلا العرب ليس لهم يعني أي مصلحة. يعني عدم الصرف لم يتلقوا أي ضوء أخضر من أمريكا. بالتأكيد واضح أنه هذا جزء، وجزء تاني زي ما قلت أنا يعني في إحنا نعطيهم زرائع، يعني العلاقات الفلسطينية العربية بحاجة إلى مراجعة، يعني لاحظ انظر هيك جدول زيارات الرئيس كيف بتتم ولمين بتتم، في لازم تراعي الدول القوية وذات التأثير وتعطيها الاهتمام وإدخالها وإشراكها. نحن يعني واضح أنه في تخبط بالدبلوماسية الفلسطينية، بحيث مثلا لا نرى زيارات للسعودية مثلا إلا فيما ندر، في وقت السعودية يعني تحتل يعني أهمية خاصة مش بس من الناحية المالية ومن ناحية القرار العربي خاصة، يعني بهاي المرحلة لازم نتعامل. الجزائر اللي هلأ حولت مصاري، ارجع لزيارات الرئيس، شوف كم مرة الرئيس زار الجزائر، مع انه الجزائر تاريخيا تتخذ موقف مؤيد للقضية الفلسطينية وقوي وما بدهاش أكثر من زيارات يعني مش طالبة يعني أكثر يعني من هذا الشيء، يعني واهتمام اللي بده يدعم الفلسطينيين. نعم بده زيارة. نعم. يعني أوكي، بس أنت لا تعطي زرائع، إحنا قلنا في واجب عليهم وهذا ما فيش نقاش فيه، ولكن برضو إذا بتقدر تسحب الزرائع، وقلت أنا في البداية لازم نخوف يعني وما نستحي، إحنا ما بنشحد، بس عشان هيك لازم عندنا خط كفاحي وخط مقاوم. احنا خطنا برضه يدعموا شو وعلشان شو؟ عندهم حجه، هم مش مقاومين ولكن بيتحججوا انه انت وين؟ يعني انا مش بس بالموضوع المساعده العربيه، كم وزير خارجيه عربي ذهب الى الامم المتحده مع الرئيس الفلسطيني؟ ولا واحد. حتى امين عام جامعه الدول العربيه لم يذهب، وبدي احكي معلومات مش معروفه كثير كمان. تحجج وزراء الخارجية العرب انهم ما راحوش على نيويورك لانه هن على ارتباط مسبق مع وزير خارجية تركية في اسطنبول وفي انقرة. لاحظنا احنا ان وزير خارجية تركية تركهم في تركيا وهو ذهب الى نيويورك، يعني صاحب الدعوة وجد انه من الاهم ان يذهب الى نيويورك ليقف مع الفلسطينيين وتصرف كدولة. كدولة هذولاك ما تصرفوش. نعم كدولة. يعني هو تركهم في تركيا وذهب، يعني لاحظ انت ولا حدا كان يعني موجود يعني معانا من الدول العربية في لحظة تاريخية حاسمة. ليش؟ كان في تقدير يعني عربي عند دول عربية عديدة أن المسعى الفلسطيني في الجمعية العامة لن ينجح سيفشل، وفي بعضهم قايل هذا الحكي بجلسات، يعني مش بس يعني في جلسات في مجلس الأعيان الأردني وفي جلسات يعني أخرى، يعني صار في حديث إنه هدول مثل ما فشلوا بمجلس الأمن راح يفشلوا في الجمعية العامة، مع أنه هذا بيستدعي جهود عربية أكبر حتى منع الفشل مش التقاعس، لأنه الفشل لفلسطين فشل للعرب، لأنه زي ما قلنا إسرائيل بس برضه هاي قراءات سياسية قاصرة، يعني هم مش فاهمين شو كمان الخارطة العربية. نعم لو حط أمامه هاي الدول بتصوت وبتصوت بيطلع بحسابات. نعم يعني كان معروف أنه ستنجح هاي المسألة لأنه في يعني عدد كافي والحمد لله النجاح كان أكبر حتى من المتوقع، وهذا دليل أنه إذا إحنا اشتغلنا بالاتجاه الصح هناك إمكانية للعمل. وزي ما قلت الاتجاه الصح أنه بدنا استراتيجية جديدة مش مجرد خطوات تكتيكية للضغط للعودة لنفس المسار القديم. إذا عدنا للمفاوضات لاحظ أنه هلأ شو عادين عدة مبادرات للعودة للمفاوضات مع حكومة إسرائيلية، مش بس حكومة إسرائيلية، الآن إسرائيل كلها مش ناضجة، مش بس الحكومة صحيح. يعني حزب العمل الآن
قديه بيحكي عن القضيه الفلسطينيه؟ لما هو قالوا بده ينتج يعيد انتاج هذه الحكومه، مو مش المجتمع الاسرائيلي. نعم بالضبط، انه الموضوع مش بس حكومه، عشان نتامل انه اذا نجح حزب او كان زمان في شويه معسكر سلام، معسكر الان ما فيش، ما فيش، تضاءل بشكل كبير. اذا انت لما تضع استراتيجيه بتشوف المعطيات والحقائق، فيش حل على الابواب، فيش تسوية على الأبواب. أنا بقولش إنه لازم نرفض المفاوضات بكل وقت أو بكل، أو حتى نرفضها حتى الآن إذا كان في استراتيجية. بجوز نذهب لمفاوضات لفضح التعنت الإسرائيلي وتحميل إسرائيل المسؤولية، ولكن بذهننا إنه في قاعدين بنعد العدة لاستراتيجية جديدة. في سياق وفي في تكتيكات اعتراضية، ماشي هذا ممكن إنك تقوم فيه، ولكن يبقى الاستراتيجية لساتها المفاوضات، والامل انه اوباما يضغط على اسرائيل، والامل انه الانتخابات الاسرائيليه تؤدي، والا اذا لم يؤدي سنقدم مفاتيح السلطه لنتنياهو. يعني السلطه هي ملك لنتنياهو، صحيح انها تمت باتفاقيه ولكن ثمرت برضه نضال. يعني ممكن نغير شكل السلطه ووظيفتها والتزاماتها، خاصه بعد الحصول على الدوله، تركيبتها بعد الحصول على الدوله اصلا. يعني لازم احنا نغير بموضوع السلطه بعد ما صار عندنا دوله، على الاقل من الناحيه الرمزيه، من الناحيه الدوليه صار في عندنا دوله. اذا لازم نكيف السلطه على اساس هذا الوضع الجديد، مش نسلم مفاتيحها لنتنياهو ولو من قبيل التهديد. يعني لانه التهديدات الفارغه كمان بتؤدي لنتائج عكسيه، تكرار التهديدات وعدم تنفيذها بيؤدي لفقدان المصداقيه. لازم يكون عندنا احنا من حي صمود الرئيس الفلسطيني امام الضغوطات، ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي اذا لم يكن هناك استراتيجيه متكامله تجمع طاقات الشعب الفلسطيني. وبقول طاقات الشعب الفلسطيني مش بس الفصائل، وداخل الوطن وخارجه. والان قربنا على 12 مليون حسب يعني اخر احصائيه بدائره الاحصاء. بهدول ممكن يكون يعطونا حتى بالمعنى المادي لو لجأنا إلهم، لو كنا بنعيد بناء منظمة التحرير بحيث تمثل الشعب الفلسطيني، والله للشعب الفلسطيني يجيب المئة مليون مش من أي طرف آخر. إذا بيشعروا أنه في عنا برنامج وعنا مؤسسة وعنا قيادة بتمثل وبتدافع، نحصل من الفلسطينيين على هاي الأموال. المئة مليون ستوظف في الاتجاه الصحيح. نعم. لكن هذا تذكير بما تبقى من عناوين. ميرا ابنة السبع سنوات تصارع الشلل وتطلق استغاثة الطفولة. في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، تأكيد على الثوابت الوطنية. الفلسطينيون يستقبلون العام الجديد وعيونهم ترنو إلى الاستقلال التام. ميرا طفلة في السابعة من العمر تعاني شللا نصفيا، تضطر والدتها إلى اصطحابها صباحا إلى المدرسة والعودة بها بعد الظهر. تستغيث بصوت طفولي جريح لعلها تجد من يساعدها في العلاج لكي تستطيع يوما أن تعتمد على نفسها. فهل تلتقط جهة ما هذه الاستغاثة؟ السابعة صباحا حان موعد الاستيقاظ أو موعد المعاناة. ميرا يلا على المدرسة. ميرا ابنة السبع سنوات من بلدة زبدة قضاء جنين تعاني من شلل نصفي. ليس هذا فحسب، إذ تعاني أيضا من حدبة في الظهر تزداد يوما بعد آخر.
ما يعرض حياتها للخطر. بعد ما خلفتها طلع عندها إعاقة بظهرها، فتحة بالظهر، نقص 3 فقرات بالعمود الفقري وشلل نصفي كامل وعدم سيطرة على البول. طبعا عملت عملية بعد 2 ساعة من ولادتها، عملية تسكير للفتحة. العملية طبعا يعني كانت فاشلة. وين سووها؟ برافيديا. بتأثر بحركتها، بقعدتها، بنومتها، أصعب إشي بالحياة في إنسان ما بتعرفش تنام على ظهرها. ميرا تحاول تفشل وتنجح، لكنها تحاول الانتصار على واقعها رغم صغر سنها. تتمنى أن تصبح إنسانة طبيعية. براءتها تنادي أنقذوني. بغداش أمشي وبرات بصف البغداد يمشي. لما تشوفيهم بيمشي وبتزعلي؟ ليه؟ هيك نفسك تمشي زيهم؟ بقدرش. بس بناشد الرئيس كأب أو أي مسؤول كأب إنه بصبر على ابنه هيك أو لا. تحس إنه قلبك محروق عليها؟ آه كثير. فيش إلهم حقوق بالمرة. ممنوع عند الطفل ياخذ حقه، ممنوع. فيش إلهم هوية حتى، فيش يعني أبسط حقوقهم اللي أخذوها. حسيت هالسنة إنه بس فوتتها للمدرسة، لو ما فاتتش للمدرسة مصيبة. رحلة العذاب اليومي إلى المدرسة بدأت. هناك لا مكان لميرا إذا أرادت الدخول، فالدرج غير مخصص لمثلها من البشر، ولا حتى مرحاضا. فكيف إذا كانت المدرسة معرضة للانهيار في أي لحظة، لا سيما وأن بناءها منذ عام 1960؟ إمكانيات المدارس الحكومية لا يمكن على فكرة يعني تمشي معهم ميرا أو الإعاقات بشكل عام. تم بناء مدرسة بناء على قرار من الوزارة ومديرية التربية والتعليم، وساعدونا في بناء مدرسة مؤهلة لاستقبال الإعاقة. بما أنه إحنا مش تخصصنا تربية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فبيكون كتير صعب على معلمة التعامل معها مع وجود طالبات برضه في الصف بدهم عناية أكثر. ما هذا كيف يا بداء؟ ميرا تعيش في قرية يبلغ عدد سكانها 1500 مواطن، فالقرية لا مكان لمثل ميرا. غياب لمركز خاص لذوي الاحتياجات الخاصة قد يكون مبررا، لكن المأساة تتفاقم بعدم وجود مشفى أو حتى عيادة طبية بسيطة. في أوقات الطوارئ تضطر عائلة ميرا لقطع مسافة 30 كيلومترا لعلاجها. لا تترك الحسرة في قلبها أكثر. منذ 7 سنوات وميرا تعاني وبغير فائدة، فهل من ضمير يقظ هذه المرة؟
تقرير إنساني مؤثر يحمل صرخة أم وصرخة طفلة. يعني أنا بدي أترك لك المجال مفتوح تعلق على هذا. بصراحة يعني حالة هذه الطفلة يعني معبرة بشكل كبير عن مدى يعني حاجتنا لعمل برامج وتوفير موازنات لذوي الحالات الخاصة، وهي القضايا يجب أن تكون لها أولوية، لأنه ليفكر كل شخص منا لو كان ابنه أو بنته في هذا الوضع، هل يمكن أن يتأخر عن وضع كل شيء من أجل يعني حياة كريمة؟ وبالتأكيد العائلة يعني ما عدا العائلات الغنية لا تستطيع أن تلبي احتياجات مثل هذه الحالات، وبالتالي يجب أن تتولى الدولة يعني من خلال إقامة مراكز يعني خاصة لذوي الحالات يعني الخاصة، ويكون فيها ناس يعني مدربين ومؤهلين وأدوات وإمكانيات العلاج متاحة. وإذا لم تكن يعني متاحة يعني لهذه البنت عندنا بفلسطين، كان يمكن مثلا لو أجريت لها العملية في بلد متقدم كان ممكن تجنبت يعني هذا الوضع، أو على الأقل جزء يعني أساسي منه. ما لازم يعني نضيع يعني موازناتنا القليلة، أنا أعرف أن موازنتنا قليلة، هي تخضع للعلاج يبدو في إمكانية يعني لتحسين وضعها قليلا يعني. نعم يجب أن تعطى يعني هذه الفرصة، لأنه الله يساعد أهلها وإمها يعني على هذا الوضع، وكل واحد بقول إذا حط نفسه بهذا الوضع حيكون يعني صوت ودعوة لإعطائها الأولوية على حساب أي شيء آخر، لأنه في شيء أهم من طفل يتحقق له الحد الأدنى من حياة كريمة. شكرا أستاذ هاني على ما قدمته من تحليل. أحيا الفلسطينيون ذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة التي وضعت شعبنا على خريطة النضال والكرامة والسعي الحثيث لانتزاع حريته واستقلاله. مسيرة ومهرجانات أحياء هذه الذكرى أكدت من جديد تشبث الفلسطينيين بثوابتهم. الأول من كانون ثاني عام 1965 صدر البيان الأول لانطلاقة حركة فتح، والذي تبنت من خلاله نسف نفق عيلابون، مشكلة بذلك نقلة نوعية في تاريخ الصراع مع دولة الاحتلال. الثورة الفلسطينية استطاعت أن تخلق وتحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية كشعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية، من أجل حقوقه الوطنية، من أجل حقوقه السياسية. نسف النفق كان شرارة البداية لترسيخ وجود شعب اقتلع من أرضه وشرد إلى الأقطار العربية المجاورة. كان هناك قرارا دوليا بمحو الهوية الوطنية وتشتيته وإقامة استيطان إحلالي مكانه، فأتت الثورة الفلسطينية المعاصرة بأيديولوجية جديدة من لا شيء، عادت الاعتبار للهوية الوطنية الفلسطينية وشكلت أيديولوجية مقاومة عن طريق الكفاح المسلح والثورة الشعبية طويلة الأمد. مسيرة الثورة الفلسطينية كانت عنوان هذه الندوة التي ناقشت أبعاد انطلاقة الثورة في ظل ما تواجهه من عراقيل داخلية وخارجية. ذكرى الانطلاقة إنما هي تشكل الرافعة الأولى لشعبنا الفلسطيني في تحوله من مجموعات من اللاجئين إلى جيش مقاتل يطالب بالحرية والاستقلال. لا شك أن حركة فتح خلقت معادلة جديدة استمرت تعقيدات حلها حتى توقيع اتفاق أوسلو ودخول السلطة الفلسطينية، ما اعتبره كثيرون تراجعا في خط الثورة. قضية التراجع مش ممكن أبدا. احنا انطلقنا من القدس والضفة الغربية وغزة، كلهم كانوا معانا، كنا بدنا كل حبة تراب من فلسطين، لأنه هذا الوطن وطننا، هذه البلاد بلادنا، هذه الأرض أرضنا، لا يمكن أن نتنازل عن حبة تراب منها. ونحن على أبواب الانطلاقة 48 لحركة فتح تزداد تعقيدات القضية الفلسطينية في ظل انقسام داخلي وحصار إسرائيلي ودولي. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون وطن. إذن نذكر الآن بالعنوان الأخير.
الفلسطينيون يستقبلون العام الجديد وعيونهم ترنو إلى الاستقلال التام. عام جديد استقبله الفلسطينيون وهم يتطلعون إلى التحرر والاستقلال، لكن مجموعة من الشباب كان لها أسلوبها وطريقتها في استقبال العام 2013. شباب على اختلاف أعمارهم واتجاهاتهم أتوا من كل حدب وصوب ليعبروا عن توحدهم وتمسكهم بوطنهم، معربين ومؤكدين أن الشعب الفلسطيني رمز للنضال والتوحد الشعبي ونموذج للحياة. أولى زي هذه يعني بتعبر عن نبض الشارع أول إشي، في سنة جديدة جاية بس في وجع قديم ما زال موجود، رح نستقبل السنة الجديدة مبسوطين أكيد، بس في كتير أشياء لازم ناخدها معنا للسنة الجديدة، الأسرة، قضية البلد، كل القضايا اللي بتهم الناس بالآخر بدنا نحتفل بطريقتنا. ثاني على التوالي نريد أن نرسم البسمة على جميع فئات المجتمع الفلسطيني حتى نقول أن للشعب الفلسطيني حق الحياة وحق للفرح، بالرغم من المغنقصات، بالرغم من الاحتلال الغاشم على صدورنا أكثر من 65 عام. في ظل عام انقضى سجلت فيه أنبل وأقوى المعارك والتي انتصرت فيها الأمعاء الخاوية على السجان الغاشم، كان لابد للقضايا الفلسطينية الرئيسية أن تكون حاضرة وبقوة في هكذا احتفالية فلسطينية، حيث اشتملت فقرات متعددة تخليداً لشهداء مخيم اليرموك الصامد وتأكيداً على ترابط وتواصل الجسد الفلسطيني أينما كان. جداً إلنا في الشارع الفلسطيني أريد أن أؤكد أن هناك اختلاف بين هذه الفعاليات التي تحمل الطابع الوطني والفعاليات التي تحمل الطابع الغربي أو الطابع الذي لا يمت لقضيتنا بصلة. هذه الفعاليات تبث روح الوطنية في الشباب الفلسطيني، نريد أن تتكرر هذه الفعاليات في الشارع الفلسطيني لنؤكد للعالم أجمع أننا شعب ما زال يخضع تحت الاحتلال الإسرائيلي. نحن شعب يريد أن يفرح، لكن لا نريد أيضا أن ينسى أننا شعب محتل، أن هناك نوصل رسالة سياسية أولا أنه إحنا صح شعب حابين نعمل إشي برأس السنة وننبسط، بس الهدف الأول هو أنه نوصل رسالة لمخيماتنا في الشتات، بالتحديد مخيم اليرموك، أنه إحنا معكم، رسالة للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، بنفرح بس مش ناسينكم. نتمنى أنه يكون في دعم كثير من الناس، نتمنى أنه الشارع الفلسطيني كامل ينتفض ويطلع على الشارع من أجل أسرانا البواسل، من أجل الخضوع لهم ومساعدتهم في معركتهم الباسلة. احتفالية فلسطينية بامتياز، انطلاقا من واجبهم تجاه أرضهم والظروف التي تشهدها، ودعوا سنة واستقبلوا سنة أخرى على أمل أن تشرق شمس الحرية على الأراضي الفلسطينية. احتفالية رأس السنة لهذا العام بنكهة فلسطينية قرر أن يحييها الفلسطينيون من هنا، مؤكدين وغير ناسين قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. للتلفزيون الوطن راما يوسف، رام الله. وقبل أن نختم نذكر بالعناوين التي وردت في هذه الحلقة. بعد فشل الاقتلاع بالجرافة والدبابة، الليكود يعرض الترحيل مقابل المال. أموال الجامعة العربية وعود إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع. ميرا ابنة 7 سنوات تصارع الشلل وتطلق استغاثة الطفولة. في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، تأكيد على الثوابت الوطنية. الفلسطينيون يستقبلون العام الجديد وعيونهم ترنو إلى الاستقلال التام.
أترككم في أمان الله.